سعداء بعودتكم من جديد للكلية ديالكم. بالرغم من ظروف استثنائية اللي فرضتها علينا الجائحة، غنتمكنوا بكل مسؤولية واحترام من اجتياز جميع الامتحانات في ظروف منظمة وصحية. لهذا لازم علينا كاملين نحترموا وبشدة كل الإجراءات الوقائية. لابد تأكدوا من رقم الباب أو المدخل المشار ليه على ورقة الاستدعاء عن طريق اللافتات المعلقة في جميع مداخل الكلية. عند كل مدخل سنقوم بقياس الحرارة ومراقبة ورقة الاستدعاء والتأكيد على إلزامية ارتداء الكمامة. لازم استعمال المعقمات الموضوعة تحت تصرفكم عند الدخول مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي كيف مشار ليه طيلة المدخل. لازم الانتباه للإشارات الأرضية والإشارات الحائطية اللي كتساعد الوصول لمكان اجتياز الامتحان حسب كل مدخل. عند الوصول المدرج لازم تلتحقوا بالمقعد المشار ليه بالملصق الأخضر مباشرة. توضعوا رهن إشارة المكلفين، ورقة الاستدعاء وبطاقة الطالب. وقبل بداية الاختبار تأكدوا من توفركم على جميع مستلزمات الامتحان الشخصية لتفادي التنقل داخل القاعة أو تبادل الأدوات كالأقلام أو البلونكو أو الآلة الحاسبة كيف ما سبق وشرنا لكم في الاستدعاء. لازم مباشرة بعد توصل بورقة تحرير أو أجوبة QCM كتابة الاسم والنسب ورقم الامتحانات بداية الحصة. الخروج من المدرج ممنوع قبل انتهاء الوقت القانوني للامتحان، وجمع أوراق الأجوبة من تخصص المراقبين في نهاية الحصة. بين الحصة الأولى والثانية للسلامة ديالكم وديال الآخرين لازم تفادي التنقل، خاصة إذا كانت عندكم امتحانات في نفس القاعة أو المدرج. في جميع الأحوال لازم تفادي التجمعات. في نهاية الامتحان عليكم التأكد من أخذ كل ما كيخصكم وعدم ترك أي شيء فوق الطاولة. لسلامة الجميع المسؤول عن الحراسة غادي يقوم بتنظيم عملية مغادرة القاعة بمجموعات صغيرة. وفي الأخير عليكم مغادرة الكلية مباشرة وبكل مسؤولية مع احترام كل إجراءات السلامة، أولها التباعد الاجتماعي وعدم التجمع لا داخل الكلية ولا خارجها، والخروج من الأبواب المشار لها في الاستدعاء. مسؤولية نجاح عملية الامتحانات هي مسؤولية نجميع.